في هذا الفيديو غادي نشوفوا جزائري اللي مشى الامارات يخدم. بلا ما نحرق لكم الفيديو، تفرجوا في الفيديو حتى النهايه. النبي ابو الحاج، صل على النبي، صل على النبي. ايه في ايه؟ هدي هدي في ايه؟ عيد كل الكلام اللي انت قلته عشان نفهم في ايه، عشان انا ما فهمتش. عندي صاحبي مهبول. حلو، عمل ايه بقى صاحبك المهبول ده؟ هذا صاحبي سلفت له دراهم، سلفت له 2,700,000. ها؟ سلفتوا دراهم؟ ربي كيفاش نفهمكم؟ سلفتوا دراهم؟ سلفتوا دراهم يعني كيف اقول لك؟ فلوس، فلوس. سلفتوا 2,700,000. 2,700,000؟ جزائري. يا نهار اسود. جزائري يعني. يعني طلعوا كام دول؟ يعني ده 2,000,000. وجاي يشتغل عندي؟ وجاي تشتغل، ده احنا اللي هنشتغل عندك. ازاي ده بيقول؟ ما انت عندك كام لما انت سلفت 2,000,000؟ يا انت عندك كام؟ انت جايب لنا مين؟ ارجع ورا يا هاني، ارجع ورا، ارجع 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 انا طيب اسمع 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 انت بتقول سلفته كام؟ يا ودي اصبر لفهمك. سلفته كام؟ 2,700,000. يا نهار ازرق. 2,700,000 جزائري وبيك. ده انا هسوق بيك لحد دبي. تعال تعال اركع ورا. تعال تعال انت كمان. انا هسوق بيك. ها؟ ده شوف السيارة مش مسلفة. تعال يا طويل العمر رجل السينة. تعال تعال تعال. كم 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 سلفته؟ كم سلفته؟ 2,700,000. يا نهار اسود. 2,700,000؟ امال انت عندك كام؟ ايه انت غشت قدام ولا ما بوظت الصفقه؟ عشان انا عارفك انت ما وراكش غير الخراب، مالكش دعوه. سيبني انا. شوف شوف الحين انت طالع، شوف لابس بنطلون ما باين. مش كاين ملايين. ها؟ مش كاين. شو؟ لا لا ما نقول شيء، لا ما 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 نقول ما نقول 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 ما شاء الله باين عليك العز. ايوه دي موضة موضة. ها؟ دي موضة البنطلون. انا شوف البنطلون فيه صبغ. صبغ ايه؟ لا دي موضة دي. بقول لك ايه؟ مرتاح؟ كيفاش يعني صبغ؟ لا لا انا اقول لك انت الحين يخدمك اسبوع كامل. اسبوع مش صبغ، اسبوع. اسبوع اسبوع تخدمه. عينيا الاثنين وانا عندي اغلى منه ولا اعدي منه؟ ماشي بروبلم. عينيا الاثنين. الحين تعال دلت القهوه قدام. وانا تعرفني امشي كل شويه فين يعني، منو بيصب لي قهوه؟ انت ترزع ورا هنا جنب راحته وابراهيم شمشون وسيبني انا اسوق انا وقهوي نفسك بنفسك. احنا مش لسه هنستنى شهر عشان نستلم منك الراتب. بيقول لك 2,000,000 مسلف الراجل 2,700,000. عايزنا نسيب ال 2,700,000 ونحط لك قهوه؟ هو انت ما بتحسش؟ هنبيع الصفقه عشان نصب لك قهوه ان شاء الله معانا الشربتاه. اطلب الدله دخيلك من جده، اطلبها بعد اذنك يا طويل العمر اللي ربنا يبارك لنا فيه. وشنو؟ هو ما بيفهمش الدعاء ولا ايه؟ ايه يا صاحبي؟ دعاء. بص البريك دوت اللي بتاع مصباح علاء الدين ده هاته لنا ده. ادي ايوه ده. اديه لك. ايوه. مش بروبلم. ايوه الله يبارك. بص بيعلم لنا بقرف ازاي؟ عز ده عز. هم الناس المبسوطين كده تلاقي خشمهم فوق. احنا نتحملك، احنا نتحملك. لا سوق ولا بسوق؟ لا سوق انت عشان انا متوتر دلوقتي. 2,700,000. انا حسابي بص بص عامل ازاي. انا هصب لك قهوه. صب 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 قبل ما اروح. بعد اذنك يا الغالي، بس في هنا فناجين بتاعت قهوه هنا. فنجال زما. ها؟ ايه زما دي؟ زمت ايه؟ يعني فنجان. ايوه فنجان بلاستيك. اللي هو شربه ونرميه. ده هو. برافو عليك. هو ده احنا انتوا بتسموه ايه عندكم؟ ده بنسموه فنجان. هذا طب وجع قلبنا ليه طيب؟ ما انا عمال اقول لك هات فنجان. لا فنجان فنجان نسموه. ده فنجان قابل. ده بنحط للعمده فيه قهوه عشان هو بيحب يشرب قهوه كتير. ودي الداله اللي فيها القهوه. ماشي بروبلم. لو مش عاجبك نرميها من الشباك. جيفه جيفه. ما تبوظش الصفقه. لا.
وزنش السب عيب. طيب ماشي عيب. صب تعد القهوه عسب. لا موجود. صب موجود. صب صب. الله يغربلك يلي تركب ورا الفلوس. شو تسوي؟ يلا يلا ورانا خط ما تحركنا. تليفون تاعي رمدي سورجي. شو التليفون تاعي؟ تليفون شوفي ماله باتري. الباتري كذا باتري. امسك فيك. امسك فيك ده. انا شيل لك تليفوني من على التاعي. يلا يا سلام. انت بعتني بيشحن اهو. قلت لك انا اتفقت معاك ما بوظناش الصفقه. هات. عاوز حاجه تاني؟ لا لا خلاص. طلباتك اوامر. طلباتك اوامر يا حبيبي. يخرب بيتك. يعني انت تطلب. يعني انت تطلب واحنا ننفذ. ايوه يعني تامرنا. راني مرتاح بيان. شو ولا ديروا لي غير غنيه ديري. عيتونا بادو الغنى تاع الامارات دوختوني كاع. ديروا لنا غنيه جزائريه يرحم بابك. ديروا لنا اغنيه جزائريه يرحم بابك. هو انا بابي توفى ولا ايه؟ بابي يرحم باب ايه؟ باب ايه؟ يرحم والديك يرحم امك انما يرحم بابك. انا عارف باب اتكسر ولا تتذكر يوم جاي بنت الذهب عند حرمان وسكرت الباب في وجهك شلته؟ انت قلت الباب انخلع اتكسر مات. انت كنت متابع اليوميات. ايوه رين عنينا الاثنين. عندك اغنيه معينه تحب تسمعها ولا انا شغل لك اغنيه على ذوقنا؟ دي اللي تاع دي جي سنيك. ايه؟ دي اللي ده اللي دي جي سنيك؟ انا عايز اعرف اللهجه دي اللي بيكلمني. دي جي سنيك. دي جي سنيك هذا شونتور يا وش بيك؟ دي جي. دي جي سناك. اه هو مش سناك دوت شيبسي من بعض السوبر ماركت؟ مش ده صح؟ ممكن يا واحد. انت جعان؟ دير في اليوتيوب تلقى. اسمها دي جي سناك. من الاثنين. ايوه دي. ايوه لا دلعه. الله يحزك. اغنيه جميله بصراحه. انا عجبتك صايد على الاخر صراحه. جميله الاغنيه. نقول لك عيتوني اغنيه تاعكم. ما بوصي الصفقه. انا بقول لك جميله بصراحه. جميله الاغنيه بصراحه. والله عجبتني. ايه الله يربح. خلاص الله يكرمك يا حبيبي. يعطيك خلاص وبيدعي لنا يعني. بس انا مش فاهم. بس هي فيها دعوه. هي عايز تقول ايه؟ ما في ولا كلام. هو ميوزك. ايوه ما هي صدقه كلمه. صدقه ولا كلمه. استمتعت ده دي جي سناك. عارف لو دي جي شيبسي ولا كوكاكولا كان هيتكلم. بس ده سناك دي جي. الحمد لله على السلامه يا شباب. الله يسلمك حبيبي. والله ما ودي افارقكم ولا لحظه ولا ثانيه يا حبيبي. ما بحقك الكلام هذا. حقهم هم. ليش؟ وانا لاني هم بفارقهم. بنزلهم في دارهم في مكانهم في مبيتهم. انت وياي لين البيت عند نظيم. كيف يعني بتفارقني؟ ما راز ملعب مش موجود. ما انا هروح ابات معاهم. خليك انت ونظيم في بيتك. انت هتنزل لنا كل شويه. خلاص انا هبات معاهم في السكن. بس بات برايك بقى. اقعد لحد ما ان شاء الله الامور تتحسن. ما عندك مشكله. مرحبا بك يا صديقي. وحللت اهلا ونزلت سهلا في مدينه العين. راني فاهم غير مرحبا بك يا ديك. الاخرين قاعد شغل راني نسي نرتبهم بالصح. الله غالب. بترجم مش انت اللي جايبه؟ مالي خص. انت يا مرحبا بك. انا اول مره فاهم. راني فاهم مرحبا بي يا زلمه. انت شو بعدين مرحبا؟ شو قلت لها؟ شو مرحبا بكك في مدينه بكك. هاي شو اي لهجه؟ لا لغه الدياي هاي. مرحبا بكك. يا عمي انا يا لغه عربيه فصحى يعني. لا ترمس. طب خلينا في علها ترمس عنك. بوصي الصفقه قلت لك مليون مره. روح يا علمي. اذا احتجت اي شيء في اي وقت. الثالثة صباحا، الرابعة صباحا، الخامسة صباحا. 24 اور. بابا وحشك ولا ايه؟ لا اتصل لك عليه والله كامل. كان بقول لك زعمارك خلقتني. ما اي حاجة نحتاجها ديركت فيهم ونعيط لك. تعيط ليه يا عم؟ ما عادش اللي يخليك تعيط. هتعيط ليه؟ تعيط لنا
كاين عيط لك يعيط يعني يتصل بك تتصل بي انا بحسبك تبكي يعني هل انت مبسوط؟ هل انت مبتسم؟ هل انت سعيد؟ باينه بلي نضحك اصبحاني نضحك بس حكينا حاجه برك تنطحني؟ تنطحني ايه؟ ايه تنطحني دي؟ يعني ايه انطحني؟ ما كلمتيش انا ولا ايه انطحني؟ يعني ما انا هل انت تفهمني؟ باينه بلي نفهمك كي تهضر معايا هكا برك ها؟ تهضر معايا باللغه الفصحى هذه نفهمك، بصح تهضر لي هذوك نسينا نرتبهم بصح حبيبي قال هضربتك قال هي يمكن بيحولك هضربتك لا 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 مش هيحولني لا ما مبوظش الصفقه قلت لك مليون اذا احتجت اي شيء اصبحوني اسمع بابا الشفقه بابا اسمع ما افهمش زعما وش هي زعما لا مش لازم مش لازم تفهم هذا سين بيني وبين العمر انه هو يسالك انت مبسوط سعيد ايوه والله مرتاح والله بيان الحمد لله يا ربي اسالنا حد من الله في حد من اشكال الغبره دي مضايقك الاشكال الوسخه ديت في حد منهم مزعلك والله في حد ارميهم لك اقول لك اهاني لسنا بغبرين نحن احترمنا انتوا هتتحملوني انتوا حبايبه انما هو ضيف لازم نشيله على راسنا سوف تغصبوا لنا لا تعزوا انتم الضيف الله غير نستعرف بيكم تستعر بينا استعار بينا ايه؟ ايه ده؟ ايوه ايه يا عم ده الكلام الوحش ده استعار بينا ماذا قلت في الاخير؟ ماذا قلت في الاخير؟ تستعر منهم؟ تستعر مننا احنا؟ نستعرف بيكم نستعرف يعني نستعرف نستعر يقرب مننا لا احنا اللي هنقرب منه لا نراكم غلطين وش بيه؟ هو بيتقرب احنا بيتقرب منه المهم اذا احتجت اي شيء رقمي عندك لا تفكر والله صافي بليزير الله يعزك بس شوف جاني توسويس ها؟ علاش علاش وش كاين؟ بيقول لك جني متوسوس يقول لك هما انا فهمت بالحركه جايين وسواس ايوه هذه هي هذه ليش انت مهتم فيها الاهتمام؟ لا استنى لا لا اصبر بالك فرق انسان مليح ولا وش بيك ما بوظت الصف قلت لك بدل ما بص هدي لك واحده كده دبل كيك هوقع لك سنان اصبر بالك المهم هذاك مصري باينه في اللهجه ديالو مصري شد في ذاك الجزائري مزيان انسان فيه روح الدعابه عادي كيضحك مع واحد الانسان وديجا تفرجت بزاف ديال الفيديوهات ديالو ما كيضحكش مع الجزائري كيضحك مع بزاف ديال الناس ما جبتها لي هاد اللقطه نتاع الجزائري صحيح هذا ما كاين في الفيديو ديالنا لا عجبك الفيديو خليه لايك ونرى الاراء ديالك في الكومنتات تهلاو